حذر شديد يلف الحدود مع سوريا هنا في منطقة وادي خالد في شمال لبنان، والنازحون الجدد إلى المنطقة من بلدة تل كلخ السورية يتناقلون أخبار استمرار تطويقها من قبل الجيش السوري. فاتوا بالدبابات والمدافع وحاملات الجنود، كسروا البيوت، حرقوا البيوت بالأربيجي بالسقيلة، ذبحوا العالم، تركنا بيوتنا وهربنا خوفا على أنفسنا. وعند رصد أي صحفي يدخل إلى محيط المعبر المؤدي إلى الجهة السورية يتجمع حوله النازحون لإرشاده إلى أماكن تجمع الناس، وأحيانا يبادرون لاقتراح الاتصال بأحد أقاربهم في تل كلخ. أما الحركة في الجهة السورية المقابلة للأراضي اللبنانية فشبه معدومة إلا لمن عبر من لبنان قاصدا منزله في البلدات الحدودية القريبة. حركة العبور انعدمت تماما بين لبنان وسوريا عند هذه المعابر غير الشرعية، لكنها سجلت عبورا مؤقت لبعض أهالي بلدة العريضة هذه المتاخمة للحدود اللبنانية، وذلك لتفقد منازلهم لفترة وجيزة ثم عادوا إلى بلدة وادي خالد، وذلك بسبب وجود دبابات في محيط منازلهم كما قالوا لنا. هلا حتى شفت هيك الوضع هذا، فجبت هالثياب واجيت. وضع سيء كثير بتل كلخ هون، كثير وضع سيء. بدي اروح على كلخ والله، بدي اتفقد بيتي. كيف بدك توصل على تل كلخ؟ والله بدي اروح مشي زحمه، بدي اتفقد بيتي، قالوا لي بيتك عم يحترق. يتوزع النازحون من تل كلخ والقرى المحيطه على منازل المنطقه وعلى المساجد التي تحولت مقر اقامه العشرات. وحتى الان ليس من رقم رسمي لعدد النازحين، لانهم في الغالب لجأوا الى اقاربهم في تلك المنطقه. مرتي جوا، ابني جوا، عيلتي كلها جوا، ما بعرف شيء عنها. يعني معقول هالشيء اللي عم يصير؟ هاي الاصلاحات اللي عم يوعدنا فيها يعني؟ ولا ما بنعرف شيء لا عن رجالنا ولا عن اولادنا ولا عن اخواتنا، ما بنعرف شيء عن حدا. هني كبت الكلام، هني ميتين الجوع، هني قتلوهم، هني ما بنعرف عنهم شيء. لكن هذه المرأة تبكي لسبب آخر، هو توقيف الجيش اللبناني اثنين من أبنائها. لا سوريين نحن يا أختي. سوريين أخذون الجيش اللبناني ومجد المرسل السوريين وموتوه. وقال نازحون سوريون إن لدى الجيش اللبناني 7 موقوفين سوريين من تل كلخ لا تعرف أسباب توقيفهم، ويخشى أهلهم أن يجري تسليمهم إلى الجيش السوري. ندى عبد الصمد من منطقة وادي خالد الحدودية شمال لبنان. كما تشاهدون مشاهدينا، كان منذ قليل تنويه عن التلفزيون المصري يقول أنه تم القبض على رجل الأعمال المصري حسين سالم في إسرائيل بواسطة الإنتربول. طبعا سنوافيكم بمزيد من التفاصيل حال توفرها بشأن